باب هدية. قول قول له هذا واش حكايته؟ قالوا والله رانا نستعملوا معاه كامل القوى ديالي. علاش خليهم لهنا؟ ونحن بتاع شقير وش راهم يديروا حتى هنا؟ خدموا به ثاني. هذا كيقولوا تاع خدامة. لا اللي برا في هذاش نخدموه، في هذاش نخدموه. نخدموه في اللحظة. ترضوا بشي كيما هذا الاخ؟ ترضوا بحاجه كيما هذه صراحه؟ صح معليش ترضى، معليش ترضى تخدم بحاجه كيما هذه. على مستوى هذا المحل اللي يقوم ببيع حلويات، لاحظنا انعدام شروط النظافه، كما لاحظتوا معنا انتشار الصراصير بكثره، غسل الاواني في المرحاض، مواد يعني قديمه بيتها في الكونجيلاتور، يعني مواد ماشي جديده لا يبيع فيها، يعني هذه اشياء للاسف كيشوفها ولا غنأسف. وعليه تم اتخاذ الاجراءات القانونيه المعمول بها، منها اتلاف السلع الغير صالحه للاستهلاك والمضره بالصحه العموميه، مع تحرير محضر